اصحى يا عم، هتقضيها كلها نوم ولا ايه؟ ايه يا نبيل؟ انت فين يا؟ ده انا قلب الدنيا على ايه؟ حلاوته حلاوته. ايه النظافة دي؟ ربك فتح من واسع، كنت عارف اني هلاقيك هنا. يا ابني انا بقالي اسبوعين بدور عليك، عايزين نتحاسب، انت مش عايز فلوس ولا ايه؟ فلوس ايه؟ بقول لك ربك فتح من واسع. بالراحة يا عم الحاج، احنا ايه؟ مالناش في المصلحة دي ولا ايه؟ تعرف ان انت واد فقري طول عمرك، فاكر اخر مرة اتقابلنا فيها؟ اه فاكر. عبد الله، الكلام ده ما طلعش بره. عبد الله، كلام ايه اللي يطلع بره يا جدع؟ ده احنا دفنوه غسلينه سوا. قول بس قول. ما هو ده اللي مريحنا. نفسي اقول لحد يا اخي وما اخافش منه. يا عم قول. ايه في ايه؟ كل فاكر اليوم اللي قفشت عليا فيه وغيرت الورديه وقلت لي ان امك تعبانه؟ اه ساعتها سبت لي العربيه وخلعت. زبوني يا معلم، عايزنا نوصل له صندوق اسوان. انا في الاول قلقت. ايه اللي في الصندوق ده؟ عرض عليا 5000 جنيه، قلقت اكتر. ايه اللي جوه الصندوق ده؟ يمين شمال فوق لتحت. قال لي على اللي فيها. طلع عايز يودي تمثال، وقبلت منه 1,000,000 جنيه. يا ابن المحظوظه، ما 1,000,000 جنيه؟ ايوه. انا في الاول خفت، قلت وانا مالي يا عم بالموضوع ده، بس حسبتها مع نفسي. قلت يا عم انا مالي، لو سالوني في الاخر انا سواق، معايا زبون ومعاه صندوق، يعني انا هفتش الزباين. صح. تيست واتكلت على الله. وخد عندك يا معلم اسوان 1,000 كيلو. 1,000 كيلو؟ وانا اقول اعداد بيخرف ولا ايه؟ اه والله، صد رد في نفس اليوم. اه ساعتها قلت لي عربيه عند الميكانيكي. داري على شمعتك تقيد يا معلم، وبعدين دول 1,000,000 شمعة. خلص وبعدين؟ بس خلصت المأموريه وقبضت الفلوس، حطيتها في البنك باسم مراتي. مراتك؟ مش خايف منها؟ يا عم بقول لك مراتي، واكيد هتطلع عليا احن من الحكومه. مراتي هي الحكومه اصلي. خد عبد الله، خد الباكو ده، انا كنت شايله لك لحد ما اشوفك. وشفت بقى عبد الله؟ اهو ده مش حلو ده. هو ايه اللي مش حلو؟ البصه اللي انت بصيتها لي دي مش حلوه، يعني انا لما كنتش حكيت لك حكايه المليون جنيه، كنت هتبص لي البصه دي؟ يا ساتر يا رب في طبع البني ادمين، يا ساتر. خلاص يا عم انت هتعدد؟ خلاص انا راضي وانا لاقيهم. طيب سلام بقى مع نفسك، اهري نفسك شغل ومكاسب كده، ولما تحب تحاسبني تعالي لي. ماشي؟ تروح فين؟ مراتي عدت عليا روح مشوار. هي فين مراتك دي؟ هي يا عم بقول لك الحكومه بتجيبني من اي حته. سلام. خد يا عم اللطف 5 جنيه بس. مالها ال5 جنيه؟ مالها؟ الواد نبيل ده عنده حق فعلا، انت طول عمرك تصنع عربيه ب5 جنيه، وانا لما شفت ال1,000 جنيه اتعفرطت. سامعني ولا ايه؟ مزوز. داري على شمعتك تقيد يا معلم، وبعدين دول 1,000,000 شمعة. 1,000,000 جنيه. الباكو ده انا كنت شايله لك لحد ما اشوفك. مساك يا صباح. مالك يا عبد الله؟ مفيش، جسمي همدان شويه. طب تعالى اعمل لك شويه شاي يومي جوه. لا شكرا، سلمي لي عليها، انا هطلع انام شويه. ازيك يا بنتي عايشة؟ ازيك؟ وحشتيني وحشتيني قوي. انت كمان. اما شوقي هنا ياما. شوقي؟ شوقي؟ يا حبيبي يا ابني. وحشتيني يا شوقي. وحشتيني قوي. انت كمان وحشتيني قوي. ايه الواد الغيبة الطويلة دي كلها؟ اخشى عليك يا شوقي كده برضو. مالك يا واد خسس كده ليه؟ ما كنتش بتاكل ولا بتشرب؟ لا ياما بقى. طب كنت بتصرف منين؟ من الشغل ياما. شغل ايه؟ تعالى 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 يا اخويا، ابوك مش هنا. عارف ياما. تعالى اقعد. عارف انه راح يعزي. ما تمشيش بقى يا شوقي، خليك معانا.
معلش يا عشا، معلش هي فترة كده، بس أوعدكم هرجع، هرجع إن شاء الله. بقولك إيه يا شوقي؟ عشان خاطري يا ابني، انزل لأبوك واستسمحه وإن شاء الله هيسامحك عشان خاطري. لا ياما، أبويا لو كان عايز يرجعني البيت كان رجعني وأنتِ عارفة. بس أنتوا وحشتوني، قلت أجي أطمن عليكم وأسلم عليكم، عاملة إيه ياما احكي لي. وأنت كمان يا شوقي، وحشنا قوي يا حبيبي. وأبوك ما وحشكش؟ أنتِ عارفة ياما أنا بحبه قد إيه. وهو كمان بيحبك قوي. بس هقول ايه؟ ربنا يهدي الحال يا ابني. طيب انا لازم انزل قبل ما يطب. خليك يا شوقي ما تمشيش. امسك يا امي، امسك، خلي الفلوس دي معاك. لا يا حبيبي انا مش عايزه منك حاجه. يا امي دي فلوس شغلي. خليهم لك يا حبيبي، وبعدين ابوك لو سالني هيقول لي جبت الفلوس دي منين؟ اقول له ايه؟ طول عمرك بتخافي منه يا امي. يا ابني مش بخاف منه ولا حاجه، مش برضه هو ابوك. ادعي لي. رايح فين؟ ادعي لي يا امي، لازم امشي. شوف وشك بخير. اقصى عليك يا شوقي. سلام يا عيشة. ولا حسبني تاني يا شوقي. اقصى عليك يا شوقي، اقعد معانا يا حبيبي عشان خاطر ربنا يهديك. ادعي لي يا امه، ادعي لي. ربنا يهديك يا حبيبي. شوقي يا شوقي، اقصى عليك يا شوقي. يا رب يا رب نجيه وفي شر الطريق يا رب. يا رب يكفيك شر المستخبي في علم الغيب يا شوقي يا ابني يا رب. مين الافندي اللي بيصفر لها ده؟ تلاقيه صايه من سايه الحاره. لا الصفاره دي قديمه وانا فاكرها وانت عارفاها. انت جيت امتى؟ من شويه كده قلت اعدي على امي اسلم عليها واشوفها قبل ما ابويا يرجع البيت ويعمل مشكله. من مره كنت عايز اطمن عليك. انت قصدك تخليني اعيط صح؟ شفتي بقى؟ شفتي بقى انت بتحوري الكلام توديه على فين؟ طب يعني يا شوقي لو انا كنت وحشتك مش تقولها لي؟ طيب ماشي يا سيدي، وحشتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. امسكي. لا يا شوقي انا مش عايزه منك حاجه يا اخويا، كفايه انك انت بتسال عليا. اخبار الصياعه ايه؟ اسال يا اخويا وانا احلف لك على المصحف ان انا ما بخرجش من الاوضه. بلاش اسال دي، امسكي. مادام ما بتخرجيش الاوضه امسكي امسكي، خليهم معاكي. واحمدي احمدي بقى وتلمي، ولو عوزتي اي حاجه انا رقبتي سداد، كلميني. انا همشي. طب يا اخويا هشوفك تاني امتى؟ قريب. بس ادعي لي ادعي لي، ابويا قلبه يحن عليا ويرجعني البيت عشان انا تعبان تعبان قوي. يا رب يا اخويا يحن قلبه عليك. طيب انا همشي، خلي بالك على نفسك. انا وافق على شوقي بس يطلبها. يا رب يا اخويا يا رب.